صديقي الأربعيني، الفيديو ده مش ليك ولكن إلى كل السلبيين على الأرض. يا حبيبي فكك مني، مشغلش بالك بيا، وحاول أنت تستثمر في نفسك وتفيد نفسك. أنت متخيل يعني إن واحد عايش بقاله في الحياة دي أكتر من 25 سنة لوحده، بيناطح في هذه الحياة التعيسة، الحياة توديه وتجيبه وتطلعه وتنزله. هل انت معتقد فعلا ان كلمتين ثلاثة سطرين ثلاثة ايا كان اللي بتقوله هيتأثر معايا في حاجة ولا هتفرق معايا في حاجة؟ Thank you bye. Thank you. يا ابني يا حبيبي، انا بصحى الصبح بتدرب وبنزل اشتغل بارت تايم، وعندي بيزنس صغير شغال عليه، بوصل اوردرات بنفسي وبنزل السوق اشتري حاجات زي ما انت شايف كده، وممكن ادرب ناس بالليل وارجع بيتنا الساعه 12 بالليل. انت بقى متخيل في كورس كل هذه الاحداث هشغل بالي فعلا بطريقه كلامك، او هشغل بالك انت، هشغل بالي انت بتقول ايه؟ اعمل حاجه مفيده لنفسك، ولو عايز تفيد الناس لازم تحط في بالك حاجه، مفيش واحد محترم بيقل ادبه على الناس لمجرد ان هو عايز يقل ادبه، يعني ده مفيش، ده مش محترم. ما علينا. الحاجة التانية اللي انت عايز تتعلمها، هعلمك حاجة بسيطة. ما تيجي تحب تعلق عند حد في حاجة عشان تتعلم تبقى محترم، تبعت له على الخاص تقول له والله انا رأيي، اعتقد، انا شايف، انا كنت فاهم، انا قريت معلومة بتقول كذا، لكن تقعد تقول غلط صح وتقعد تحكي تحكم كده وتعمل فيها القاضي وانت فاهم انت بتتكلم في ايه؟ يا ابني مفيش حد عنده العلم المطلق حبيبي. فانا بديك معلومة والله العظيم تستفاد منها. راجع نفسك وخليك هادي كده وراسي، وتعلم ان السلبيه ما تجيبش غير سلبيه، حاول تبقى ايجابي. صباح الفل.